خلينا نتعرف عن هذا المشروع من الطالبة نفسها نرمين صالح، طالبة الفنون الجميلة بجامعة أسيوط وصاحبة هذا المشروع التخرج صرخة. صباح الخير نرمين. صباح النور. يعني كلمينا بقى من بداية الفكرة لهذا المشروع لغاية ما خرج للنور وأصبح مشروع متكامل للتخرج لكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط. هو أنا كنت في الأول بشوف صور وفيديوهات كتير على السوشيال ميديا اللي احنا كنا بنشوفها آخر فترة اللي انتشرت اتأثرنا بيها كلنا من المستشفيات اللي اتضربت والأطفال اللي ماتوا والبيوت اللي اتهدت. هي المفروض كطالب بدرس نحت إن أنا يكون عندي تغذية بصرية. التغذية البصرية دي إن أنا أشوف صور، أتفرج على فيديوهات كتير، أحاول أعبر عنها في نفس الوقت ما أقلب أعمل حاجة بأسلوبي. فأنا شفت كتير عشان أحاول أعبر عن ده. طب عملتي ايه بقى؟ يعني عايزين نعرف السادة المشاهدين فكرة المشروع عبارة عن ايه، واسم المشروع صرخة جالك ازاي او اخترتيه بناء عن ايه؟ هو أنا الأول جمعت صور كتير، حاولت إن أنا أشوف الحاجات اللي أنا أعبر عنها، وتخيلت التصميم من الجناحات إن أنا أحتوي التصميم، أحتوي الشكل من البورسلين اللي هي الست اللي بتصرخ من الألم والمعاناة اللي هم فيها، الميدالية اللي كان فيها البنت ماسكة المفتاح البيوت للعودة، المفتاح ده بيرمز لهم إن هم هيعودوا تاني لبلادهم وإن هم متمسكين بأراضيهم كمان، والطفل الأطفال اللي استشهدوا اللي أرواحهم بترفرف على منازلهم، الخريطة اللي بتتحمي عليها البنت في جدرانها إن هي ماسكة الطفل ماسكة القطة بتاعتها، برغم كده إن هي بتتحمي في الجدران برغم إن مفيش أمان، بيوتهم اتهدمت. نعم. طب نرمين، انت ازاي شايفة ممكن ان الفن يكون لغة يوصل رسالة لقضية معينة؟ يعني انت شايفة مثلا ممكن المشروع بتاعك ده يخرج للنور اكتر من كده ويعدي حدود جامعة أسيوط؟ هو المشروع خرج بالفعل، يعني الناس كلها شافت وتعاطفت معاه. هو الفنون عندنا هي رسالة، والرسالة الحمد لله وصلت للناس قد ايه، يعني تعاطفت معاها وتفاعلت ان هي وصلت لهم من غير ما اشرح كمان، يعني في ناس تفاعلت ان هي فاهمة انا بقول ايه من غير ما اشرح. فهو اصلا كان رسالة وحبيت اعبر بيها عن ده، الحمد لله وصلت لهم. يعني خدتي قد ايه وقت على لغاية ما نحتي المشروع ده؟ هو وقت المشروع بيبقى من 35 يوم، بس أنا اشتغلته في حدود 10 أيام كده. هو المساحة كانت كبيرة، مش سهلة عليا إن أنا كنت أشتغلها في الوقت ده، وكنا بنشتغل مثلا 12 ساعة في اليوم، فالوقت ده بيبقى لازم تتركز فيه عشان تطلع الحالة اللي جواك وتعرف توصف كل حاجة أنت بتشتغلها. فما كانش سهل إن احنا نشتغل الشغل ده، وشغل كبير يعني، هو مساحته 4 متر في 3، ان انا انجزت فيه ان انا حاولت ان انا اطلع الشكل ده في الوقت القصير ده، وبرغم ده كان انت لسه اشتغلتي لوحدك ولا كان معاكي مجموعة من لا الزملاء؟ وحدي، كل طالب ليه مشروع نعم. لنفسه. أنا بشكرك نرمين صالح، طالبة الفنون الجميلة وصاحبة مشروع تخرج صرخة.